بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها، لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر الزراعية وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الفلاح. مفيش شك طبعا احنا عندنا مشكلة كبيرة في الأراضي الزراعية، في بعض المناطق في الأراضي الزراعية، وهي زيادة ملوحة التربة. طبعا هذا الموضوع يتواكب مع التغيرات المناخية ومؤتمر المناخ المنعقد حاليا في شرم الشيخ، لأنه من ضمن الآثار السلبية السيئة الخاصة بالتغيرات المناخية هو زيادة ملوحة التربة، طبعا لأسباب كثيرة هنشرحها أثناء الحلقة. إذن إحنا بالرغم أننا نسعى لزيادة المساحات المنزرعة، إلا أن الملوحة بتعتبر عائق في زيادة هذه المساحات، لأن حضراتكم عارفين أنه طبعا الزراعة لا تجود إلا في الأراضي المتعادلة، لكن لو في نسبة ملوحة عالية في بعض المناطق قد تجود بعض الزراعات، ولكن إلى حد معين ما لا تصلح الزراعة فيها نهائيا. النهاردة هنتكلم وموضوع مهم جدا، إزاي ندير الأراضي الملحية. أنا عندي تربة فيها نسبة ملوحة عالية، إزاي أتغلب على نسبة الملوحة، وإزاي أدير الزراعة في هذه الأراضي؟ حلقة مهمة، ولذلك يسعدني أن أرحب بضيفي وضيفكم اللي أنا دايما بكون سعيد أنه يكون معايا في هذا البرنامج، الزميل العزيز الأستاذ الدكتور علاء طنطاوي، أستاذ الخضر والزراعات المحمية بالمركز القومي للبحوث. أهلا وسهلا بك دكتور حامد. دايما نسعد لما تكون معنا. ربنا يبارك فيك يا فندم. طبعا بمناسبة التغيرات المناخية ومؤتمر المناخ، ما فيش شك أنه زي ما أنا ذكرت أنه من ضمن الأثار السلبية للتغيرات المناخية زيادة ملوحة التربة في بعض الأماكن. تمام. بسبب طبعا ارتفاع سطح البحر، مياه سطح البحر، وأكيد هيكون في مشكلة في المحافظات المواجهة للمناطق الساحلية، المحافظات المواجهة للبحر المتوسط. تمام. بالذات. تمام. إذن احنا عندنا مشكلة، وبطبيعة الحال احنا عندنا في بعض المناطق الصحراوية في نسبة ملوحة عالية في بعض الأماكن. تمام. حضرتك قلت لي النهاردة يعني هيكون في إجابات مهمة لبعض الأسئلة الخاصة بالتغلب على ملوحة التربة. تمام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هو الحقيقة يعني احنا كلنا عارفين مدى خطورة الملوحة العالية في التربة، لدرجة ان في سنة 2019 اتعملت إحصائية أن في 45 مليون هكتار من الأراضي على مستوى العالم متأثرة بالملوحة، والإنتاجية فيها بتقل بشكل ملحوظ جدا، وكل سنة بيخرج معانا 1.5 مليون هكتار من الإنتاج بسبب ارتفاع الملوحة فيها بشكل قوي. الملوحة بتعلى فيها بشكل قوي، بقى في تراكمات للملوحة طبعا. فالأرض دي ببص لقيها وصلت لمستوى من الملوحة أن هي ما نقدرش أن احنا نزرع فيها. الملوحة عندي بتاعت الملوحة اللي بتأثر عندي على الزراعات قد تكون ملوحة خاصة بالتربة نفسها، وقد تكون ملوحة خاصة بماء الري اللي أنا بروي بيه. في الحقيقة الأرض لما بيكون فيها نسبة ملوحة أنا بقدر أعمل شوية معاملات، وبقدر أعمل عملية غسيل، وبقدر أضيف إضافات كيماوية معينة، بقدر أن أنا تدريجيا أتخلص طالما أن الماء عندي ما فيش فيه نسبة ملوحة عليه. ولكن المشكلة الأخطر أن أنا يكون عندي ماء الري نفسه فيه نسبة ملوحة غير مسموح، فيها ملوحة. والأرض فيها ملوحة غير مسموح بها لإنتاج بعض المحاصيل. في محاصيل عندي حساسة للملوحة ما بتقدرش ان هي تتحمل، زي الفاصوليا على سبيل المثال في الخضر مثلا. لو عديت عن واحد جزء في المليون او واحد ملي موز على السنتيمتر، ما بقدرش واحد ملي موز على السنتيمتر ده بيساوي 640 جزء في المليون. ما بقدرش ان انا انتج بشكل كويس، او الانتاج بيكون ضعيف جدا. الموز نفس القصه، على مستوى الفاكهه برضو نفس القصه، بيتاثر بالملوحه بشكل قوي جدا. وفي بعض المحاصيل الاخرى بتكون متوسطه الحساسيه للملوحه، ومحاصيل بتكون متحمله نوعا ما للملوحه. ولكن احنا الخطوره في الملوحه ان هي بتعمل عمليه تقلص في الانتاج بشكل قوي جدا بكل مراحل النمو، كل مراحل النمو بدءا من الإنبات، النمو الخضري، التزهير وعقد الثمار والمحصول، كل ده بيتأثر بشكل قوي جدا بالملوحة. المحاضرة بتاعت النهاردة أو اللقاء بتاع النهاردة هنقدر إن احنا نتكلم فيه إيه الأضرار بتاعت الملوحة في كل مرحلة من المراحل، وإزاي نقدر نتفادى هذه المشكلة في كل مرحلة برضو من المراحل. وهو مش نقاط معينة بنقول نستخدم النقطة ديت وبس، لأ،
هم عندنا نقاط موجودة وهو برنامج كامل متكامل احنا بنعمله من اول الزراعة، وبنستخدم الطرق المثلى لتقليل الأثر الضار للملوحة، بس بنقسمه على مستوى مراحل نمو وإنتاج النبات، بحيث ان ما فيش حد من السادة المستمعين لنا ان يقول ده انا هاخد طريقة واحدة واعملها او هنفذها، لا، هو برنامج كامل متكامل. لذلك زي ما حضرتك تشرفت وقلت ان عنوان الحلقة إدارة الأراضي الملحية، هي إدارة كاملة متكاملة طبعا. بحيث ان احنا نقدر ان احنا نعمل فيها بشكل كويس ونحل المشكلة بشكل كويس ونقدر نعدي لبر الأمان مع المحصول اللي هو كان سواء كان حساس للملوحة او متوسط الحساسية للملوحة. هل في حد معين يا دكتور علاء بالنسبة للملوحة يعني كم جزء في المليون لما اوصل عنده اقول كده صعب ان انا ازرع ولكن في يعني حدود اخرى ممكن بقى يعني اعالجها باي طيب وسيله من الوسائل اللي حضرتك هتشرحها؟ طيب في البدايه احنا نقول التعبيرات عن الملوحه الاول عشان خاطر لما اقول الرقم تبقى الناس عارفه التعبيرات ايه. انا عندي اي سي الاول اللي هو الالكتريكال كوندكتيفيتي اللي هو التوصيل الكهربي، وعندي الميلي موز على السنتيمتر، وعندي الدي سي سيمنز على السنتيمتر. دي تعبيرات احنا بنقولها بالنسبة للملوحة عشان الناس تبقى فاهمة الدنيا ماشية ازاي. الواحد اي سي بيساوي واحد ميلي موز على السنتيمتر بيساوي واحد دي سي سيمنز على المتر، كل ده بيساوي 640 جزء في المليون. احنا بنقول ان احنا لو وصلنا لأكتر من 4 اي سي بيبقى الدنيا صعبة قوي، تبقى الدنيا صعبة معايا ان انا اقدر انتج عدد كتير من المحاصيل سواء كان محاصيل خضار او محاصيل فاكهة او نباتات زينة حتى كمان. لكن كل التقسيمة بتيجي كلها على حسب هل المحصول ده حساس للملوحة ولا متوسط ولا متحمل نوعا ما. يعني مثلا لما نيجي نشوف مثلا محصول زي الفاصوليا زي ما قلنا، لا ده لو زاد عن واحد اي سي يعني لو زاد عن 640 جزء في المليون في مياه الري ده بيأثر شكل سلبي كبير جدا، بتوصل ل 75% على الانتاج في المحصول. لو محصول زي محصول الموز نفس القصه تمام، انما في محاصيل بتبقى متوسط التحمل زي الطماطم ممكن اوصل ل 2 اي سي وانا اقدر انتج منها بشكل كويس. وحاليا دلوقتي في بعض الهجن اللي هي بتكون موجوده، الهجن الجديده اللي نازله بيبقى هجن منتجه تماما اساسا على اساس ان يتحمل الملوحه. وزارة الزراعة عندنا اشتغلت على الموضوع ده وانتجت اصناف كتير فيها قوي. يعني لما نيجي نشوف في البداية نشوف عملية الانبات، اولا انا يعني مش مستحب ان انا في ارض تكون ملحية او بروي بمية ملحية ان انا ازرع بالبذرة، ازرع بالشتلة افضل تمام، على اساس ان البذرة بتكون ده عضو حساس جدا ومحتاج عملية انبات ومحتاج لعمليات فسيولوجية كتير بتتم في البذرة علشان يبتدي الجزير يطلع والريشة تطلع معايا. فأنا بقدر إن أنا والهجين دلوقتي بقى غالي، البذرة بقت غالية فمش ههدر البذرة بسهولة كده عندي. يبقى بيفضل إن في الأراضي الملحية أو الري في الماء المالح إن أنا أزرع بطريقة الشتلات رقم واحد في البداية. ولكن لو اضطر الأمر إن أنا هزرع بالبذرة، اضطر معايا الأمر واتزنقت إن أنا هزرع بالبذرة، ففي مشاكل كتير بتحصل بالنسبة للبذرة. لو شفنا أول سلايد معانا احنا عاملين كم مجموعة سلايد، وفي الحقيقة أنا يعني بشكر الباشمهندس يوسف محمود طنطاوي ابن أخويا أنا هو اللي عامل البرنامج ده، والمهندسة حبيبة محمود نفس القصة عاملين بشكل جميل بحيث يعني دعاية مجانا دعاية مجانا ليهم وفي الوقت نفسه بشكرهم على الـ على الـ واحنا كمان بنشكرهم يعني. الله يبارك فيك. أول حاجة بالنسبة للإنبات مراحل إنبات البذور ديت مش بذور لمحصول واحد، ده مختلفة، عاوز أقول إن بيأثر على كل الأنواع البذور اللي هي بتكون موجودة معايا. لما نيجي نشوف ضرر الملوحة، أنا لما بزرع وبروي بمية مملحة في أرض سواء كانت الأرض ديت خالية من الملوحة أو فيها نسبة ملوحة هيبقى الضرر أكتر. بنبص نلاقي أول مشكلة بتقابلني بالنسبة للملوحة عملية امتصاص المية. مفيش عندي مية هتمتص نتيجة لسببين. السبب الأولاني عندي إن أنا بقول إن أختار الملوحة بتتلخص في نقطتين مهمين جدا، أول حاجة الأسموزية وتاني حاجة السمية بتاعت العناصر اللي موجودة في الملوحة. فأول حاجة عندي بيتم امتصاص المية بيقل بشكل قوي جدا لأن المية هتخرج من الوسط الأقل تركيز إلى الأعلى تركيز، فما فيش مية هتخش هي هتخرج من الخلية النباتية نفسها. فما فيش امتصاص هيتم بالنسبة للبذور، الامتصاص هيكون قليل جدا،
الأسموزية عالية جدا زي ما حضرتك تشرفت وقلت ان هي المياه هتخرج لو فيها نسبة مياه موجودة. السمية اللي موجودة لأهم عنصرين موجودين في الملوحة الصوديوم والكلوريد هيأثر بشكل قوي جدا على الجنين اللي موجود في قلب البذرة اللي المفروض اللي هو يكبر معايا بتغذيه على الاندوسبيرم اللي موجود في قلب البذرة. طيب الاندوسبيرم اللي موجود او الغذاء المخزن اللي موجود في البذره ده محتاج انزيمات تعمل له عمليه تحليل زي انزيم الكاتاليز والبيروكسيديز. طب الانزيمات دي مش هتنشط بسبب الملوحه، يبقى برضو لا في انبات هيتم نتيجه لان الغذاء نفسه المخزن مش هيتحلل بشكل قوي للجنين. طيب اذا عدى البذره ونبتت فالانبات هيكون ضعيف وشكل الشتلة الصغيرة اللي طالعة هتكون ضعيفة بشكل قوي. ولو زادت السمية بشكل جامد على البذور في الوقت ده يبقى البذرة نفسها هتموت ومش هيتم عملية انبات تماما. أكيد أكيد طبعا. ده أول ضرر بيحصل بالنسبة للبذور. طيب أنا عديت من مرحلة البذور ودخل في نمو خضري، في الشريحة التانية اللي بعد ديت هنبص نلقي تأثير الملوحة على النمو الخضري. الصورة اللي على اليمين ديت صورة نبات نامي في مياه مملحة والعناصر الموجودة كالسيوم صوديوم بوروم مغنيسيوم موجود بنسبة عالية، والصورة التانية صورة لنبات نامي في مياه عذبة أو بيتريوب مياه عذبة. هنبص نلقي ان تأثير الملوحة يعني هنا تربة فيها نسبة ملوحة ده هو شكل يعني شكل كده بيوضح لنا التقزم النمو الخضري. النمو الخضري هيكون نبات متقزم تماما. النبات هيكون حجمه صغير. مساحة الورقة هيكون صغيرة. واخد بال حضرتك؟ والنمو الخضري هيكون زي ما حضرتك شايف كده بالنبات بيكون متقزم ومفيش فيه غضاضة في الأوراق. على العكس من ذلك في الفريش ووتر أو الري بالماء العذب. هنبص نلاقي أول مشكلة بتحصل عندي بسبب الملوحة إن امتصاص المية بيقل بشكل قوي. لا احنا هنا بنتكلم على مشكلة الري بمياه فيها نسبة ملوحة. فيها نسبة ملوحة عالية. لكن التربة عندي. التربة عندي لو هنفترض إن التربة بتكون مفيش فيها نسبة عشان دي نقطة عالية. نقطة مهمة. نقطة مهمة. واحنا خدنا مثال معانا يعني السلايدز ديت معمولة كمثال مثلا على محصول الطماطم. بحيث إن نقدر احنا نقدر نوضح بشكل قوي ومركزين لأن هيختلف بعض الصفات من محصول لآخر. فهنتكلم ملي كده محصول الطماطم. الصغور والتوصيل الثغري اللي بيكون موجود في الاوراق وتبادل الغازات وعمليه التمثيل الضوئي هتقل بشكل قوي جدا لان الصغور دي هتقفل. الصغور دي هتقفل تماما. واخد بال حضرتك؟ فهنبص نلقي التوصيل الثغري هيقل والبناء الضوئي نفسه بيقل والكلوروفيل بيقل معايا بشكل قوي كده مفيش نمو لنبات. الكربوهيدرات اللي هتتكون وبتتكون معايا هتقل بشكل قوي في النبات. بنفس القصة البروتين. طيب مصير العناصر الغذائية ايه اللي موجودة برضو بتقل بشكل قوي. الهرمونات النباتية اللي موجودة في النبات اللي هي بتفرز علشان تقدر تخلي النبات يكبر في الحجم وفي النمو قليلة جدا وافرازها بيكون قليل جدا. الانقسام نفسه للخلايا عشان الخلايا تكبر بتكون قليلة جدا. هو يا فندم هيحصل خلل في كل في العمليات كل الفسيولوجية بالزبط. داخل النبات بالظبط. فاحنا يعني انا مركز ان انا اوضح والمحاضرة ديت او اللقاء العلمي الشيق اللي مع حضرتك ده ان انا اوضح مش للمزارع فقط، للمزارع وللمهندس اللي بيدير الاراضي بالزبط. واللي هو بيقدر يعمل عملية تحكم، اللي هو بيعمل عمليات اخواننا الفلاحين مش عارفينها، ما بيبقاش عارفينها وملمين بيها. فان شاء الله باذن الله يكون فيها استفاده للجميع باذن الله. فطالما كل العمليات دي تمت معايا والصغور قفلت والنمو والهرمونات قلت وانقسام بيقل، النبات يكون متقزم صغير جدا مش هيقدر ان هو حتى يخش في عمليه التزهير. طيب نيجي نشوف في عمليه التزهير السلايد اللي بعد ده. هنبص نلاقي ان طالما ان النمو الخضري ما خدش حقه بشكل قوي والنبات ما كانش كويس في الحجم، النبات مش هيبقى متشجع ان هو يخش لعمليه التزهير، مش هيدخل في المرحله مش هيخش في المرحله الثانيه لان هي مراحل وبتتسلم لبعضها البعض. فاذا ما كانتش مرحله تمت بشكل قوي فالنبات مش هيبقى مستعد ان هو يخش للمرحله الثانيه. طيب انخفاض عمليه التزهير والعقد بيتم لاسباب ايه بسبب الملوحه؟ ايه اللي بيحصل جوه النبات نفسه بالتاثيرات الملوحه؟ هنبص نلاقي امتصاص المياه ده شيء اساسي معايا لان مرحله التزهير ديت من اخطر المراحل. اذا حصل فيها اي لخبطه في الري ما بيتمش عندي التزهير بشكل كويس وبيحصل تساقط للازهار.
يبقى لذلك احنا بنقول ان احنا بنظبط المياه بتاعتنا جدا في الري في اثناء عمليه التزهير والعقد. هما مرحلتين قريبين من بعض جدا وفي تداخل ما بينهم. ممكن تلقي التزهير بيتم على النبات وبيتم العقد على نفس النبات في زهره تانية طالعه في الاول في المرحله الاولانيه، فهما مرتبطين ببعض بشكل قوي. العناصر الغذائيه اللي بيكون لها دور في عمليه التزهير زي البوتاسيوم زي الفوسفور بتقل بشكل قوي لان مفيش امتصاص ليها اصلا في النبات، فبتقل معايا بشكل قوي. عدد حبوب اللقاح اللي مسؤوله عن عمليه التلقيح ويتم الاخصاب بعد كده تاني بتنتج بكميه قليله جدا بسبب الملوحه. الحيويه بتاعت حبوب اللقاح ما بتبقاش يعني كانتاج بتقل، كحيوية بتكون قليلة جدا ما تقدرش تتمم عملية التلقيح والإخصاب حتى لو تم إنباتها على الميسم ما بتقدرش إن هي توصل للبويضة علشان خاطر تعمل عملية التلقيح وتديني الجنين أو يتم عملية العقد. نفس القصة حيوية البويضات نفسها، البويضات نفسها بتكون حيويتها قليلة جدا. كل ده راجع لتأثير الضار للري بالماء المالح بشكل قوي. فما بيتمش الكلام ده فبيتم التزهير والعقد بشكل سيء جدا وما بيتمش معايا، وتلقي حتى لو تم عقد بتلقي الثمار بيكون حجمها صغير جدا. كل العوامل اللي موجوده ديت بتاثر بشكل قوي على النبات. النبات اللي مش هيموت بسبب الملوحه فهيبقى حجمه صغير وحجمه وفي النهايه مفيش انتاج، وفي النهايه مفيش انتاج مفيش محصول. طيب نشوف التاثير الملوحه على الانتاج بعد كل العوامل دي. في السلايد اللي جاي هنتكلم فيه عن تاثير الملوحه على الانتاج نتيجه لكل او ناخد الاول على التركيب الكيماوي للنبات نفسه قبل عمليه الانتاج. التركيب الكيماوي للنبات نفسه هنلاحظ ان في عندي مجموعه عناصر مهمه جدا اللي هي مفيده بالنسبه للنبات نشوف تاثير الملوحه عليها بشكل قوي. الصوديوم بيتراكم بشكل كبير زي ما حضرتك شايف الخانه بتاعته ال ان ايه اللي فوق ده الصوديوم حجمه كبير فموجود في النبات بسبب الملوحه بيتراكم وبتركز فيها حجمه كبير. الكلوريد نفس القصه، في حمض اميني اسمه البرولين ده بمجرد انا ما بعرض النبات للملوحه بينشأ داخليا جوه النبات وده بيكون رحمه بالنبات شويه لان هو بيقلل اثر الضار للملوحه في النبات، بيعمل عمليه رفع للاسموزيه جوه النبات فبالتالي بيرفعها بيساويها بالاسموزيه بره خلايا الجذور فيبقى الاسموزيه متساويه فتقدر المياه والعناصر الغذائيه تخش بشكل قوي. انما العناصر المهمه للنبات زي الحديد والفوسفور والنيتروجين والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك ومعاهم كمان الكلوروفيل دولت بيقلوا بشكل قوي جدا كتركيب كيماوي في النبات. يبقى ده ويمكن قلناهم في عمليه النمو الايه الخضري. طيب كل العوامل السابقه ديت في السلايد اللي بعد كده كل العوامل السابقه ليا ديت سواء كان تاثير على نمو خضري او تاثير على ازهار او تاثير على العقد او تاثير على التركيب الكيماوي جوه النبات بلاقي بشكل طبيعي جدا تأثير على المحصول الكلي بالنسبة لي النبات. أكيد في السلايد اللي جاي هنشوف تأثير على المحصول. التأثير على المحصول ده بيبقى راجع لشقين، أولا انخفاض في متوسط وزن الثمرة وانخفاض في عدد الثمار. طالما العدد عندي قل وطالما متوسط وزن الثمرة قل يبقى ده المحصول عندي بيقل بشكل قوي، والاثنين دول بيقلوا بسبب العوامل السابقة. طيب نشوف السلايد اللي بعد كده اللي هو التأثير على الإنتاج. زي ما حضرتك شايف النمو في أرض بتروى بماء مالح بنسبة عالية فالمحصول صغير جدا حجم الثمار صغيرة، هنا في المية بالعزب حجم الثمار كبيرة المحصول بيكون كويس نتيجة للري بالماء العزب. لكن في الماء المالح زي ما قلنا انخفاض في النمو الخضري، عدد الكلاسترات او عدد العناقيد الزهريه نفسها بتكون قليله، العقد بيكون قليل، عدد الثمار بيقل، متوسط وزن الثمره بيقل، فالمحصله في الاخر بيكون معايا انخفاض في المحصول. اكيد اكيد. طيب التركيب لو على ان النبات الضعيف بهذا الشكل عرضه للاصابه بالامراض والحشرات بصوره كبيره طبعا جدا. ممتاز الملاحظه دي يعني خساره من جميع النواحي ان انت بتاثر وكده. الملوحه لو هنتكلم على محصول زي محصول الطماطم ده في السلايد اللي بعد ده هي لها حسنه واحده بتعملها في بعض الثمار زي الطماطم في الفروت كواليتي في جوده الثمار. لو شفنا كده في جوده الثمار
بنلاحظ عندي ان التي اس اس اللي هي نسبه المواد الصلبه الذائبه الكليه لون الثمره صلابه الثمره بيبقوا من اجمل ما يمكن تحت الملوحه من اجمل ما يمكن. لكن انا ايه الفايده اللي كسبتها والمحصول صغير وحجم الثمره صغير وكده. لذلك انت لما حضرتك تيجي على الطماطم مثلا لما تيجي تاكل ونسبه السكريات بتزيد بشكل قوي لدرجه ان في بعض انتاج محاصيل في بعض انتاج المحاصيل الخضر زي الكنتالوب مثلا بنلاحظ ان بتيجي بعد عمليه العقد بنلاحظ ان المزارعين نفسهم بيحطوا نسبه ملح في ماء الري نسبه بسيطه قوي في ماء الري علشان خاطر يزود نسبة السكر عندي في الكنتالوب اللي هي الثمار اللي بيكون نسبة السكر طيب فيها. طيب أستاذ حضرتك ناخد أولى المداخلات معانا يوسف من البحيرة. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور معايا. أهلا بيك اتفضل. أهلا بيك يا فندم. حضرتك عندي أرض جوافة تمام. أرض فين؟ عندي نسبة أرض جوافة زرع أرض جوافة. تمام وخدت التربة من الأرض على مراحل يعني على مده شبر 50 سنتي متر وحللت في دمنهور تمام في هيئة الزراعه هناك قالوا عندك نسبه مروحه البي اتش بتاع الارض عالي جدا. نسبه الملوحه قد ايه؟ قد ايه؟ والله ما انا فاكر كانت في التحليل بس هي كانت معديه المقاييس يعني اللي مطلوبه. حللت نيماتوده تمام وحللت ملوحه كانت النماتوده عاليه والملوحه عاليه ونسبه اعفان عاليه كان كله بس قال لي كله بسبب الملوحه اللي موجوده في الارض طبعا تمام. وخدت من عندهم علاج وخدت من عندهم حاجات النماتوده والملوحه وكده والاعفان بس النتيجه لا مفيش مفيش نتيجه. طيب انت عملت التحليل ده قبل الزراعه يا اخ يوسف ولا بعد ما زرعت؟ انا عملت التحليل ده بعد ما تعبت مع البزرتيه اللي انا باخد منهم العلاج وكده تعبت معاهم صرفت كتير فقالوا لي حلل. رحت حللته ومشيت على الجدول التحليل اللي انا خدته. يعني انت عملت التحليل بعد ما زرعت؟ لا كان قبل ده خلاص. انا عندي الزراعه عند الشجر ده بيعاني بقاله 15 سنه تمام. فانا حللت عشان امشي بقى كويس واشوف الدنيا بس العلاج ما جابش نتيجه نسبه الملوحه ما راحتش مع ارض مصر. احنا طبعا يعني معلش برضو يعني علشان تبقى الامور واضحه والدكتور علاء يقدر يجاوب كنا محتاجين نعرف نسبه الملوحه قد ايه وبرضو الاصناف اللي انت زارعها والمكان فين بالظبط وهل نسبه الملوحه في التربه ولا مياه الري كمان فيها نسبه ملوحه؟ لا انا مياه الري يعني نوع من ميه النيل. طيب يعني خلينا معلش نشوف تعقيب الدكتور علاء على سؤال حضرتك. في حاجه تاني؟ هو بس يعني حاجه بسيطه عايز بس علاج للملوحه الدكتور. ما هو الحلقه كلها اخ يوسف عن الملوحه وازاي نتغلب عليها. وعندي كمان لو الدكتور علاء يكون معايا عندي نسبه السبخ عاليه في الارض اللي هي الترابه الناعمه اللي هي بيعتبر ملوحه برضه. طيب احنا بنقول عليها هنا الملوحه العاليه دي سبخه فعندي عاليه جدا في الارض. فانا حطيت علاج وجبت علاج كتير قوي ما جابش نتيجه فنصحوني بالجبس الزراعي. حاضر يا اخي يوسف حاضر يعني نسمع تعقيب الدكتور علاء. بشكرك. هو الاخ يوسف عنده كذا مشكله كبيره بس هو لفت نظري قال ان هو في عنده نيماتوده وعنده اعفان جذور الاثنين موجودين. بروتوكول عام لما بنيجي بنعالج ويكون عندي نيماتوده وعفان جذور اعالج النيماتوده قبل عفان الجذور لاني انا لو عالجت عفان الجذور الاول هعالجها لكن هتيجي النيماتوده بعد كده بتيجي بتروح جايه مدخله الخنجر بتاعها في قلب الشعيرات الجذريه فبتعمل لي اصابه ثانيه. هتخلص على الجذور مفيش مشكله هتعمل لي اصابات موجوده ثانيه موجوده وجروح موجوده في الجذور فهتعمل لي عفان جذور ثاني. فالاول بنعالج النيماتوده وبعد كده نعالج عفان الجذور. هو عنده نسبة دي ملحوظة مهمة جدا ناخد بالنا منها يعني برضو لأن ممكن تكون نفس المشكلة موجودة عند أي مزارع. تمام. عنده هو نسبة من التراب الناعمة نسبة سلت موجودة بتحتفظ بالمية بشكل كويس فدي هتبقى لها إدارة في عملية الري بتاعها بشكل كويس. مرويش على كمية بكمية كبيرة في وقت قصير معايا. لا انا بروي على فترات متقطعه وبكميات قليله عشان اقدر ان التربه تجف معايا بسهوله يحصل صرف ويحصل صرف كويس يكون معايا. دي نقطه مهمه جدا برضو لنوعيه التربه اللي عنده.
بالنسبة للملوحة اللي هي موجودة عنده اللي احنا مش عارفين النسبة بتاعتها، في طرق العلاج بتاعتنا النهاردة اللي احنا هنتكلم عليها، هيقدر هو لما يمشي البرنامج ده بشكل كويس ان شاء الله هيحصل تغير في تأثير الملوحة في النسبة للأرض بتاعته. تمام، تابعنا يوسف لنهاية الحلقة وان شاء الله تاج إجابتك. معنا وليد من المنوفية، قالوا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. اكلم الدكتور علاء بعد اذنك. ايه الدكتور علاء معاك على الهواء، اتفضل. احنا دلوقتي يا دكتور ارض سمراء من منوفيه. اه السبخ يا دكتور كان الارض خالص، كان الارض من فوق السبخ. اه السماد عندنا عملوا زواريك، هل الزواريك دي بتلطف الملوحه؟ وايه الطرق اللي اتبعوها عشان قبل الري عشان الملوحه؟ يعني الجيران عندي صرفوا بال 80,000 على الزواريك بتاعه الارض اللي هو الصرف المغطى. عشان خاطر الزرع بيبوظ. وعايزين حد يكلمنا على الصرف المغطى العام كله على حساب الدوله في المنوفيه. انت فين في المنوفيه اخ وليد؟ الله مركز منوف محافظه منوفيه قرية ذات رزين. حاضر، الله يسترها معاك يا دكتور. انت زرع ايه؟ زرع ايه؟ انا زرع دلوقتي حاليا دلوقتي زرع بطاطس وما زرع فاصوليا. بس الفاصوليا والبرسيم حساسه للملوحه، والزواريج الحلل بتاعتها مكتومه. عايزين صوتنا وصوتك يوصل لفوق عشان حد ينجدنا الله يسترها. حاضر حاضر حاضر. سيب تليفونك، سيب تليفونك بعد اذنك وبياناتك. هو مستخدم سماد عضوي، بيقول انا مش فاهم النقطه اللي هو بيقولها ان السماد العضوي مأثر له في ايه او كده، ولكن هندي له معلومات برضو تفيده فيها بالنسبه للسماد العضوي. يعني هو السماد العضوي عشان نستخدمه السماد لازم يكون متحلل بشكل كويس وما يبقاش جديد، لان انا لما زمان كنا بنعمل الكلام ده، وكان في نشرات لوزاره الزراعه موجوده بالكلام ده ان ازاي نعمل مقموره للسماد العضوي سهله، واهالينا المزارعين على فكره عارفين الكلام ده، ولكن كويس جدا. حاليا دلوقتي صدقني يا دكتور حامد ما حدش بيعملها، ما حدش بقى يعملها، ويرجع المزارع يشتكي تاني، محدش فاضي وعاوز يزرع بسرعه وعاوز يقلب بسرعه. ولذلك هو يتكلم يقول لك انا في عندي نيماتودا. طب ما ماشي يا سيدي، ما هو السماد العضوي فيه نيماتودا. لما بنعمل المقموره بتاعتنا ديت بنموت النيماتودا وبنموت الفطريات بتاعت عفان الجذور وبنموت كل حاجه. ده كان زمان، يعني انا كنت اتذكر لو الواحد حط ايده في المقموره ديت يتحرق طبعا بسبب ارتفاع طبعًا درجات الحراره اللي فيها طبعًا. لكن لما بيجي يحطوا دلوقتي اللي هو السماد العضوي بتاع السنه دي ما بينفدش غير السنه اللي جايه، السنه اللي جايه يفيدك. لكن لما تعمله بشكل كويس وتعمله مقموره بشكل كويس بتقدر انت تستفيد منه على طول، وما بنكترش برضه، ما بنكترش طبعًا بنسبه طبعًا كبيره. في معدلات، نرجع لنشرات وزاره الزراعه، نرجع للمعدل لكل محصول، بنقول ان احنا بنحط 3 متر مكعب، 10 متر مكعب، 15 متر مكعب لكل محصول، لان احتياجات السماديه من السماد العضوي لكل محصول بتختلف عن الاخر طبعا. بالنسبه للزواريق اللي بيتكلم عليها دي، هل ممكن دي تفيد في نهايه الصرف معروف ان هو بيفيد بشكل قوي جدا ويفيد معاه في الملوحه بشكل قوي، لان انا لما ما بيكونش عندي صرف كويس الملوحه بتكون موجوده في قلب التربه تحت تتراكم وبتعمل مشهد فيسيولوجي. يعني من ضمن اسباب الملوحه ارتفاع مستوى الماء طبعا عندي. ده اساسي، ده اساسي ان يكون في عندي اللي هم الفلاحين اهالينا بيقولوا على الارض مطبله خد بال حضرتك. فهو طالما بيحصل الكلام ده ما فيش صرف كويس، العناصر كل شويه بتتراكم تتزايد فبتزيد فبتعلي نسبه الملوحه جوه النبات. فالنبات ما بيقدرش انه يكمل دوره حياته خاصه في المحاصيل اللي هي الحساسه للملوحه. طيب نستكمل لو جينا نشوف بعد كده بالنسبه زي ما قلنا اللي هي الفروت كواليتي او جوده الثمار، زي ما قلت لحضرتك كده نسبه السكر بتزيد شويه بسبب الملوحه، الصلابه بتزيد تبقى الثمره قويه لان طبعا جافه من الميه ما فيش فيها نسبه ميه كويسه واخد بال حضرتك. فالملوحه الصلابه بتزيد طيب اللون. استاذن حضرتك فضل. فاصل قصير اعزائي المشاهدين ونعود اللقاء مره اخرى بعد هذا الفاصل. We'll be right back.
رحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وأجدد الترحيب مرة أخرى بالزميل العزيز الأستاذ الدكتور علاء طنطاوي أستاذ الخضر والزراعات المحمية بالمركز القومي للبحوث. برحب بحضرتك مرة أهلا بك. خلينا ندخل الوقت للأسف كالعادة دكتور علاء بيعدي مع حضرتك بسرعة رهيبة جدا، ندخل بقى في الحلول. في الحلول تمام. لو رجعنا السلايد اللي قبل ده على طول تمام، ادي الشتله معايا. هناخد بقى نعمل معاملات بتقلل اثر الضرر المروحه. اخلي النبات يمشي معايا بسيسومتريه كويسه حتى وانا بروي بميه مملحه بحيث ان هو يقدر يكمل معايا دوره حياته. اول حاجه ديت بنعمل حاجه اسمها تقصيه للشتلات. الشتله بتكون موجوده معايا زي كده، بجيب محلول ملحي اول علاج او اول تقليل لاثر الضرر المروحه. محلول ملحي بيتراوح من 4 لـ6 إيسي، وبنقع فيه الشتلات ديت معايا، بتختلف المده طبقا لاي محصول. قبل نقلها في التربه، قبل مزرعها في التربه اعمل لها اقلمه. ده اسمها اهيئها للظروف غير المواتيه اللي هتتحط. بالظبط اهيئها دي بقى هنقول ايه اللي بيحصل جوه النبات عشان تتهيئ. تمام. انا حطيتها في قلب المحلول الملح معايا اللي بيتراوح مدته من 6 ساعات لـ24 ساعه طبقا لكل محصول. اول ما بعمل الكلام ده واجي ازرعها في ارض مملحه، بلاحظ اني دخل تكون داخل هذه الشتلات سكريات بنسبه كويسه، صوديوم بيتركز في قلب الانسجه وقلب الخلايا النباتيه، الاحماض الامينيه بتتركز جوه في قلب الشتلات. الثلاثه اللي موجودين دولت بيرفعوا الضغط الاسموزي جوه الشتله، يسووه للضغط الاسموزي خارج الجذور. تمام. فتبقى الدنيا متساويه، تقلل الضرر، تقلل الضرر معايا والسميه بتاعه العناصر. يبقى اذا العمليه دي بتعمل عمليه ضبط للاسموزيه، بتظبط معايا الاسموزيه بشكل قوي. المعامله الثانيه معانا في السلايد اللي بعد كده، العناصر الغذائيه اضافتها سواء عن طريق التنقيط او عن طريق الرش. عناصر المهمه جدا في تقليل الاثر الضرر للملوحه: بوتاسيوم، فوسفور، كالسيوم، زنك، حديد. البوتاسيوم معروف دوره ان هو بيقلل من 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 امتصاص الصوديوم بشكل قوي، لانه بينافسه فبيبعده عني فبيبعد ضرر خطر جدا للنبات. الفوسفور بيعمل عمليه تكوين للجذور بشكل قوي، وبيكون مركبات الطاقه، وبيعمل عمليه شغل كويس يخلي النبات يقدر يحمي نفسه او يتحمل شويه ضرر الري بالماء المالح. الكالسيوم نفس القصه، قصته مع الصوديوم بيعمل عمليه طرد للصوديوم. لذلك الناس دايما نقول ايه، زي ما الاخ بتاع المنوفيه اللي قال او الاخ يوسف الاولاني قال ان انا وصفوني بكبريتات الكالسيوم. تمام. اللي هو الجبس الزراعي. الزنك مهم جدا، ان انا لما بحطه بيزود عندي حمض امين اسمه التريبتوفان، فبيزود عندي الاوكسين اللي بيشجع على انقسام الخلايا، فبيخلي النبات يتحمل ويمشي ويكمل دوره حياته. الحديد مهم جدا، ان هو بيخش في عمليه التمثيل الضوئي وزياده التمثيل الضوئي، فيكون معاه كربوهيدرات، فيقوم يخلي النبات يقدر يتحمل خطر الري بالماء المالح. سواء انا رشيته عن طريق الرش، ضفته عن طريق الرش، او ضفته عن طريق التنقيط. طبعا نسب هذه العناصر بتختلف من نبات لاخر، بتختلف من نبات لاخر، وبتختلف من تركيب المركب التجاري اللي موجود، نسبه العنصر فيه قد ايه. نسبه العنصر فيه، بس علشان برضو اهالينا المزارعين الموضوع ده مش مطلق يعني. لا مش مطلق. مش على المطلق. وهو بيبقى كاتب له على العبوه قد ايه الكميه اللي هي بتكون مطلوبه بالظبط. طيب المعامله اللي بعد كده الملاس. الملاس ده بيبقى خارج من منتج من ضمن منتجات انتاج السكر، ولكن انا بركز على انا بركز على ملاس بنجر السكر، مش ملاس القصب، لان ملاس بنجر السكر ديت هو ده الاساسي في عمليه تقليل الاثر الضار للملوحه. قديما كنا بنستخدم الملاس ان احنا بنضيفه على الاعلاف عشان قدر يبقى بيعمل طعم، فيه طعم سكري بسيط كده لتغذيه الحيوانات، ولكن في بعض الابحاث وبعض التجارب واتعملت هنا في مصر، انا تجربه الدكتوراه بتاعتي كانت على الملاس تمام سنه 2007، وعملنا التجربه دي، ضفنا معدل من 250 ل 300 كيلوغرام للفدان، مدي نتائج فوق الممتازه، نتائج فوق الممتازه لتقليل الاثر الضار للملوحه. تمام. فلان هو في حمض اميني مهم جدا اسمه الجلايسين بيتين. الجلايسين بيتين ده هو اللي مسؤول عن ان هو بيخش جوه الخلايا الجذور، بيرفع الضغط الاسموزي بشكل قوي جدا، فبيعمل عمليه تساوي. هو ده المطلوب. هو ده المطلوب. تمام. يعني هي حركه صغيره، اذا انا قدرت العب فيها في النبات
بقدر النبات يتحمل معايا بشكل قوي. وباكد تاني ان ملاس بنجر السكر والمصنع ملاس بنجر السكر والمصنع المصنع اللي انا جبت منه انا الملاس ده كان في بلقاس في المنصوره في الدقهليه وكان المعامله بتاعته كانت جميله جدا وبتنزل مع التنقيط في الارض وبتقدر ان هي تقلل لك الملوحه اللي موجوده في التربه وتحميك من ضرر الري بالماء المالح نفسه لو انت مستخدم الاثنين. فوجئنا تاني ان الملاس بيعمل ايه؟ بيزود امتصاص البوتاسيوم بشكل قوي جدا، بيقلل من امتصاص الصوديوم بشكل قوي، بيزود امتصاص الفسفور، بيزود التوصيل الثغري فالتمثيل الضوئي يتم بشكل قوي، الكربوهيدرات بتتراكم بشكل كويس جدا، والبروتين بيزيد جوه النبات بشكل كويس. فكل ديت من الحاجات اللي هي بتساعد النبات على تحمل الري بالماء المالح. المعامله اللي بعد كده الاحماض الامينيه، تمام، نفس القصه الاحماض الامينيه، بس انا هركز على حاجه معينه عشان المزارع اخواننا المزارعين يبقوا فاهمينها. الحمض الاميني لما بتشتريه في صوره احماض امينيه حره، احماض امينيه حره مش احماض امينيه مرتبطه، لان الحمض الاميني المرتبط ده بيبقى مكلكع، فيه كلكعه عديد البكتيت كده، لما اجي ارشه على النبات بيسدلي الصغور لان الوزن الجزيء بتاعه كبير طبعا. فبيسدلي الصغر، وخاصه ان هو لو ترش على النباتات في وقت الظهيره مفيش اساسا فتح خالص للصغور، فمش هيتم الامتصاص بشكل قوي. طيب انا لما يكون هو في صوره احماض امينيه حره بتقدر بيكون حجم الجزيء بتاعها صغير جدا وبتقدر تخش الصغور بسهوله جدا ويقدر النبات يستفيد منها. وبرضه في ملحوظه مهمه جدا للاحماض الامينيه ديت اللي هي بتكون من نوع ال الفا، يعني ايه ال؟ ان هي بتكون احماض امينيه نباتيه مش جايه من الحيوانات، لان هي الحيوان ده بيسبب مشاكل خطيره جدا للانسان لو جيت غزة عليها، وبيكون الانزيمات اللي بتحلل هذه تكون من اصل نباتي، يكون من اصل نباتي، والانزيمات بتتعرف عليها بشكل قوي، وده جزيئاتها بتكون بتدور في اتجاه عقارب الساعه. الاحماض الامينيه بتعمل اسموزيه، ضبط اسموزيه كويسه جدا، بتزود امتصاص البوتاسيوم بشكل قوي، وبيزود معايا الكلوروفيل، وكل ديت عوامل من العوامل اللي هي بتشجع النبات وبتساعده وبتقويه على تحمل الظروف الملوحه. المعامله اللي بعد كده بالنسبه برضه للاحماض الامينيه معلومه لكل المزارعين، لما يكون عندي مرض فطري موجود، ندوه مبكره، ندوه متاخره، اي اصابه فطريه بتكون موجوده، ما رشش احماض امينيه الا بعد ما اعالج المرض، لان الحمض الاميني الفطريات هتتغذى عليه وهتكسر بشكل قوي. نشوف معانا العلم الجديد اللي هو علم النانو تكنولوجي، اللي هي العناصر موجوده في صوره نانو تكنولوجي. نانو تكنولوجي يعني الجزيء السماد بيكون متفتت بشكل قوي جدا، فبيكون شحنه الكهرباء بتاعته عاليه، بيكون سريع ونشط جدا جدا داخل النبات، بيخش الصغور بشكل قوي جدا، فبيدي تأثيرات في منتهى السرعة وفي منتهى الأهمية والضرورة بالنسبة للنبات، فبيشجع للنبات بشكل قوي جدا انه يتحمل الملوحة أكتر من النبات اللي هو متسمد بسماد غير معامل بتقنية النانو تكنولوجي، مش في صورة نانو تكنولوجي. يعني لقينا ان هو أسرع بكتير جدا في العناصر. طبعا ده وضع طبيعي، تمام، يعني لو حبة السماد اللي هي النقط اللي على اليمين ديت، لو حبة السماد ديت موجودة، تمام، الحبة دي شوف متقطعة كام جزء، بتخش بسرعة جدا النبات وبتعمل حاجة كويسة جدا، وبتزود معايا التوصيل الثغري، بتزود معايا البوتاسيوم، كله على حسب العناصر اللي موجودة في صورة نانو تكنولوجي. وحاليا دلوقتي موجود النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم في صورة نانو تكنولوجي، الحديد، الزنك، المنجنيز والكالسيوم في صورة نانو تكنولوجي، فنقدر نستفيد من الخاصية ديت. وعلى فكرة عشان لا نبخس حد حقه، في ناس كتير من مصر، أساتذة في مصر انتجوا اسمده في صوره نانو تكنولوجي بطريقه الطحن، وفي ناس انتجوها تاني بطريقه الليزر، تمام، انتجوها بشكل قوي. المعامله اللي بعد كده اللي هو الهيوميك اسيد، الهيوميك اسيد اشكاله كتير وموجوده والوانه بتكون موجوده معايا بشكل قوي، وديت ماده بتكون عضويه، ماده دوبليه بتكون موجوده وانتجت بشكل قوي بشكل تجاري، برضو اضافتها بتعمل الاتي، بتقلل معايا امتصاص او استخدامها بتقلل معايا امتصاص الصوديوم، وبتزود خصوبة التربة وبتحسنها، بتزود معايا الكلوروفيل، بتحسن من امتصاص نيتروجين، فوسفور، بوتاسيوم، كالسيوم، مغنيسيوم، كبريت، منجنيز. لما يكون النبات عنده الذخيرة دي كلها وعنده الأسلحة بتاعته دي كلها ومتكونة عنده بشكل قوي، هيبقى مستعد لمواجهة الملوحة بشكل قوي، ويقدر يكمل دورة حياته.
ناهيك عن ان الهيوميك اسيد خصوصا لو كان في صوره هيومات بوتاسيوم بيجي على الارض لو فيها نسبه التربه الحامضيه اللي هي واحنا ما عندناش في مصر الكلام ده بيفك الرابطه ما بين الفسفور والحديد فيها ولو في الارض القلويه زي اللي موجوده عندنا في معظم مصر يفك الرابطه الثنائيه اللي موجوده ما بين الكالسيوم والحديد فبيخلوهم حرين وبيبقوا شكلهم بشكل قوي ودولت من ضمن العوامل اللي بتاثر بتقلل تقليل الاثر الضار للملوحه. العامل اللي بعد كده الهرمونات النباتيه. الهرمونات النباتيه دي قبل ما اتكلم على الهرمونات حضرتك بتتكلم على اساس ان انا في كل هذه العمليات بستخدم الري الحديث التنقيط ولا الري بالغمر؟ التنقيط او الرش، لان انا دي نقطه مهمه جدا. التنقيط او الرش تمام. لو في الغمر انا بستخدم رش لبعض المواد اللي هي موجوده معايا وفي بعض المواد يعني الهيوميك اسيد ده انا ممكن اضيفه في مساحات صغيره لو كانت الارض فيها نسبه ملوحه عاليه في الغمر اضيفه تحت النبات بشكل كويس او ينزل في التنقيط. وحضرتك هطمن حضرتك دلوقتي الاتجاه اللي ماشي كله تعالى في المنصوره مثلا احنا كمان تربه طينه وعندك فيه كميه رهيبه من الصوب اتزرعت في المنصوره ومزروعه من فتره طويله. كل الري اللي ماشي فيها دلوقتي ري تنقيط. كمان اهالين المزارعين بداوا يعرفوا اهميه الري الحديث سواء كان بالتنقيط او بالرش بالظبط. مش في الارض الرمليه بس، لا لا في الارض الطينيه كمان ابتدى افيد. بالظبط كده، لان الاراضي القديمه طبيعي هي اراضي تقيله تمام وبتمسك ميه وفيها مشكله وبتمسك ميه فعفان الجذور هيظهر معاك يعني بشكل كتير هتظهر معاك فيها. انا عندي الهرمونات النباتيه اللي هي بتكون موجوده عندي حاجه زي الاوكسين والجبريلين والسيتوكينين والسلسليك اسيد وفي حاجه اسمها الباراسينوستيرويدس ودي حاجه جديده داخله بقى لها فتره قليله قوي اللي هو مستخلص حبوب لقاح العيله الصليبيه وموجود وبقى موجود في مصر حاليا في شكل تجاري ومركب جميل جدا وملوش اي اضرار بل بالعكس ومفيد جدا عن الهرمونات الصناعيه اللي هي بتكون موجوده. ملخص الهرمونات دي كلها لما بضيفها عن طريق الرش او عن طريق التنقيط ان هي بتزود معايا انقسام الخلايا وبتتحسن من نمو النبات بشكل قوي جدا وبتقلل من تراكم الصوديوم والكلوريد جوه النبات او جوه خلايا الجذور وبتعمل عمليه انخفاض زي ما قلنا في الصوديوم المتكون. كل الحاجات دي كلها بتقلل الملوحه بشكل قوي جدا يعني بتبقى ماشيه معايا بشكل فوق الممتاز بالنسبه للهرمونات النباتيه. في حاجه برضو موجوده بقى لها فتره موجوده في مصر اللي هو الشيتوسان. الشيتوسان ده باختصار شديد جدا هو قشور الجمبري والاستاكوزا وبعض الاسماك الاخرى البحريه بيتعمل لها عمليه تخمر ويطلع منها الشيتوسان ده. وفي عالم في مصر رحمه الله عليه اسمه الدكتور محمد حسن كان عمل المركب ده من فتره طويله هو توفى الله يرحمه وما اعرفش انا فاضل لي دقيقتين خلاص حالا. المركب ده احنا بنجيبه بيعمل برضو بيعمل عمليه نمو وتنشيط للجذور بشكل قوي جدا فالجذور الرفيعه اللي هي بتموت بسبب الملوحه بتقدر ننشطها تاني فالنبات بيقدر يكمل معايا دوره حياته. بتزود مناعه النبات بشكل قوي جدا، بتزود معايا الكلوروفيل، بتحسن معايا النمو الخضري بشكل قوي تمام. وده المفروض ننشط في عمل حاجه زي كده محليه تاني اخرى بحيث ان هي نقدر نستفيد منها. نشوف في سلايد بعد كده تاني الحيوي وده ملخصه كله زي مثلا بكتيريا الباسيلس سبتيلس. لما بنعامل البذور ونيجي بنعملها علشان نزرعها البكتيريا ديت بتفرز معايا السيتوكينين والاندول اسيتيك اسيد هرمونات نباتيه بتقدر ان هي تنشط الجذور بتقدر ان هي تكون معايا الكلوروفيل بشكل بتحسن النبات النمو الخضري فيقوم يكون الكلوروفيل بشكل كويس بتحسن معايا امتصاص وزياده محتوى البوتاسيوم والكالسيوم والمنجنيز والحديد والزنك وبتقلل معايا من امتصاص الصوديوم. أنا خلصت اللقاء مع حضرتك ولكن جملة أخيرة هنقولها لو هناخد من البرنامج اللي بعدنا دقيقة مش قضية بعد إذن حضرتك. المعاملات دي يا جماعة مش بقول معاملة واحدة تكفي، لا ده برنامج كامل متكامل. باجي في وقت الشتلات أعمل معاملة للشتلة، أجي في وقت الرش والتسميد أعمل المعاملة بتاع الرش والتسميد. كل مرحلة من مراحل عمر النبات ليها معاملة بالظبط. انا عشان خاطر انا عاوز انجح زي الاخ اللي اتزنق اللي هو الاستاذ يوسف وقال لك انا خلاص والارض مزروعه من بدري فاذا لازم اعمل برنامج كامل متكامل زي برنامج المكافحه المتكامله للافات كده بالظبط. في عندي برنامج كامل برضو لاداره الاراضي الملحيه. كل المعاملات اللي احنا قلناها ديت مهمه جدا
وان انا اطبقها بشكل قوي واطبقهم مع بعض مجمعين بحيث ان انا اقدر ان انا استفيد واقدر ان انا اقلل الاثر الضار للملوحه. ما يثار انه في بعض الاجهزه ممكن بتتغلب على نسبه الملوحه او تعالج الملوحه سواء في التربه او ميه الري، انا مش عارف يعني حقيقه هذا الكلام. انا بصراحه اكلمك بصراحه على الهواء ولا اتكلم بصراحة؟ لا بصراحة. يعني عشان خاطر بس ان احنا ما نبالغش بشكل قوي. الملوحه ديت ده عرض موجود وفي عناصر بتخش جوه في قلب النبات وفي بيئه في منطقه الريزوسفير الجذور بتكون موجوده فيها نسبه ملوحه ميه. انا في تخيلي ان لو الاجهزه عملت حاجه بعد شويه هترجع الملوحه تاني. هترجع الملوحه، لكن انا بعرف المشكله فين وبحلها. انا دلوقتي شوف لعبي كله على ايه؟ على الصوديوم، على الكلوريد، على الضغط الاسموزي اللي هي الاخطار اللي بتعملها الملوحه. تمام؟ وان انا اقدر ان انا اقضي على المسببات ليها اللي هي الحاجات الاساسيه اللي هي موجوده، لكن جهاز هيحل لي المشكله لوقت محدد وهبص في مرحله من النبات تاني رجعت تاني الملوحه والمشكله قائمه ما زالت قائمه. مش هقدر ان انا ايه يعني احنا يعني انا شخصيا والله يعني مبسوط جدا من هذا اللقاء، لان انا شخصيا استفدت على المستوى الشخصي، لان احنا فعلا عندنا مشاكل في بعض المناطق. تمام. وعندنا محاصيل زي ما حضرتك ذكرت حساسه جدا للملوحه. تمام. حتى الفلاحين بيقول لك خلاص ما دام في نسبه ملوحه مش هقدر ازرع فاصوليا، مش هقدر ازرع موز مثلا. فالكلام ده، فدي حلقه الحقيقه مهمه جدا، بس زي ما قال الدكتور علاء ان كل مرحله من مراحل نمو النبات ليها طريقه لمعالجه الملوحه، لكن ما ينفعش اخد حاجه واحده، بالذات لو انا عندي متاكد ان عندي نسبه ملوحه في التربه ونسبه ملوحه في مياه الري. الحقيقه احنا سعداء وطبعا ما قدرناش ناخد كل التليفونات لان كنا مستعجلين والموضوع كبير، لكن نتمنى ان شاء الله في لقاءات قادمه ان شاء الله نرجع له مره تانية، لان الموضوع بصراحه يا دكتور علاء مهم قوي. تمام. مهم قوي. تمام. تحت امرك. وبالذات في ظل التغيرات المناخيه اللي احنا عايشينها واللي ليها اثار سلبيه على القطاع الزراعي بصفه عامه. تمام. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر للزميل العزيز الأستاذ دكتور علاء طنطاوي أستاذ الخضر والزراعات المحمية بالمركز القومي للبحوث. بشكرك جدا دكتور علاء. أشكرك دكتور حامد، سعداء بلقاء حضرتك. ربنا يحفظك. الشكر أيضا لكم أعزائي المشاهدين على كرم المتابعة، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. وغدا إن شاء الله عندنا حلقة مهمة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمراض النباتية. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، اللهم أمين. إلى أن ألقاكم غدا بمشيئة الله، لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.